النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرب له طعام إن اشتهاه أكل، وإن لم يعني كما قرب له الضب، وقال ليس بأرض قومي. يمكن ما أدري في الجزائر عندكم الضب، هنا موجود في الضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أجد نفسي تعافه، يعني لم يحرم صلى الله عليه وسلم إيه، لكنه صلى الله عليه وسلم أكل، كان يحب الحلو البارد، أكل العسل وأكل الرطب مع البطيخ، الرطب مع البطيخ الذي يعرف بالقثاء. أكل صلى الله عليه وسلم العسل عليه الصلاة والسلام، أكل من ذراع الشاه اللحم المشوي، كان يحب الكتف. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نجد أطعمته وأشربته نجدها متنوعة جدا. لكن الأكل أكل المحببة إلى قلب النبي أكثر كان يريدها ويحبها النبي. مثل ما ذكرت أنا أقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الطعام الحلو، يحب اللحم البارد، يحب اللحم الذراع في الكتف المشوي، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلف شيئا معدوما، وهذه قضية مهمة. بعض الناس يتطلب ويرهق نفسه ماليا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف معدوما، يدخل إلى البيت فيسأل هل لديكم شيء، فإن قدم له أكل، وإن لم يقدم له لم يعني يثرب ولم يتطلب شيئا معدوما.